انت عاوزك تبقى موجود يا علي علشان تبقى شاهد عليهم. شاهدوا على مين؟ عليكم انتوا الاثنين. انا ما غلطتش غير لما هم غلطوا. الصراحه بابا التطول حصل منهم الاول. حتى لو ده اللي حصل يبقى ده رد فعلهم كده؟ تكسفوني وتصغروني ليه؟ انا عملت لكم ايه؟ دي المره الوحيده اللي قلت لكم تعالوا نخرج سوا علشان نعرفكم على ستي انا. انت ايه يا بابا؟ ها؟ تحب اكمل واقول انا؟ يا بابا ده عبيط بيقول اي كلام. ده بيقول ان حضرتك اخدتنا النادي نقابلهم عشان قال ايه؟ عايز تتجوزها. قلت له انه بيقول اي كلام. يا ابني ابوك استحاله يعمل كده. ليه استحاله يا علي؟ يا ابني عيب عليك. ازاي يعني يا بابا الكلام ده؟ هو ايه اللي ازاي؟ ايوه انا عايز اتجوز انا وناديه. ايه بقى المشكله من وجهه نظر حضراتكم؟ نعم انت بتهرج؟ انا مش بهرج يا علي. ولو عايزين نكمل كلام تختاروا طريقه غير دي. ايوه انا حبيت زي اي انسان ما بيحب، زي اي حد فيكم ما بيحب. ما نهاش السنين اللي فاتت دي كلها لوحدي علشانكم، في الوقت اللي كان ممكن افكر في نفسي زي اي راجل طبيعي ما فكرتش غير فيكم. انتوا على طول رقم واحد في حياتي. بعد ما ابوكوا سابنا انا اللي شلت وكبرت وربيت. حسن الراجل الوحيد اللي حسيت انه حاسس بنفس احساسي، شايل نفس الهم ونفس الحمل. وقبل ما افكر في نفسي فكرت فيكم انتوا الاول، هل اقدر استأمن الراجل ده على بناتي ولا لا؟ ولقيت ان هو قد المسؤوليه. الرجوله يعني مسؤوليه وحمايه، عارف يعني ايه بيت وعيله. هو كمان جه على نفسه عشان خاطر ولاده زي ما انا عملت بالظبط. ما هي الرجولة مش بس اللي مكتوب في البطاقة، ما أنا قدامكم راجل أهو. مش جه الوقت إن أنا أحس فيه إن أنا ست عايشة مع راجل محترم قادر ياخد باله مننا، نحس معاه بالأمان وأقدر أعيش معاه بقية عمري. عاجلاً أو آجلاً هتتجوزوا وتسيبوني، وساعتها هبقى أعيش لوحدي. أنا مش بشحت موافقتكم، أنا ياما شحت حبكم بحاجات بعملها علشانكم وهفضل اعملها. احنا زي ما احنا، كل الحكايه ان هيزيد عليكم ايه؟ ام تخلي بالها منكم واخوات ليكم. هو اللي انا اعرفه ان البيت ده كده كده لازم يتباع، سواء بنينا بقى ما بنيناش، هو كده كده لازم يتباع بعد عمر طويل طبعا. او قصير يا علي. كمل وايه تاني؟ مش قصدي يا بابا، بس فكره ان الناس تيجي تعيش معانا دي فكره مش سهله. وبعدين ايه بقى؟ هيبقى ليهم نصيب معانا كمان؟ البيت ده ملكي انا وزينب اختي وبس، وانا من حق سعيد. هو انت واقف قدام ايه يا عم علي؟ انت عايز تدخل علينا 4 بنات يعيشوا معانا ويحلوا لنا يا بابا؟ وانا مش مخلف حيوانات يا مراد، انتوا متربيين ولا ايه؟ لا هو مفيش ولا ايه دي خالص يا ماما. انا يا ستي موافقه انك تتجوزي، حقك دي حياتك اعملي اللي انت عايزاه. بس زي ما هو حقك ان انت تختاري حياتك، انا كمان حقي ان انا اختار حياتي. فانا يا اما هتجوز هيثم ها وهسافر معاه، يا اما اروح اعيش عند بابا. برضه بتردي من غير ما تفكري؟ هو ده الرد اللي انا استحقه بعد كل اللي عملته؟ طب يا شيخه فكري شويه، بلاش تفكري، حسي. انا افكر لما تبقي بتقولي كلام منطقي، وبلاش اقولك على احساسي عشان ما تزعليش. وانا لو كنت اتجوزت وانتوا صغيرين كنت هتقولوا كده برضه؟ انت محدش قالك ما تعمليش كده. ده جزاتي؟ فكرة ان انا اسيب حياتي وقطي وتفاصيلي كده بسهولة ونروح نعيش في بيت راجل هو واولاده، ده منطقي بالنسبة لك؟ ما هم هيبقوا اخواتكم والبيت كبير، انتوا هتعيشوا معايا في نفس الدور وهم في دور تاني، وكل واحدة فيكم ليها اوضتها. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.